يا بنات في اللبس شيء مرة خرافي قسم بالله. لما لبستها ما أعرف، المهم أشوف إذا أقدر أقيسها. شوف شوف، طالعة من بيت أبوها نازلة بيت الجيران، لابسة من القمر الطرحة واخدة من الفرح فستان. إيش رأيكم؟ هذا أول، شوفوا الثاني الفخامة. طيب شوف، شوفوا هذا السروال، اوكي شوفوا هذا السروال، هذا احسه، هذه احسها فل احترام، تعرف فل احترام، فل احترام كده تمام. وفيها هذه كده، شوف، ومن هون ريش. البسيها ما ادري، دقيقة افتح الكهرباء. حلو هلا الاضاءة صح؟ يي هالذوقة ما كذبت ما كذبت. المراية يا جماعة، المراية كنا نخاف منها زمان، هلا خلاص. البسيه هذا، راح احرقه اذا لبسته، راح احرقه. والله اجا مرة خرافي، مرة خرافي. انا خليه مفاجأة، خليه مفاجأة، راح تشوفي شيء خرافي. هذا مرة حلو والله يا بنات، كذا من فوق يعني، فهمتوني؟ لا احلى شيء جبتولي الفستان ملبوس. شوفوا من هون كذا، و لا هذا قدام كذا، هو كذا بيجي تمام، وهذا السروال من تحت كذا. مره مره راقي راقي، الرقي الرقي.